عندنا نهائي كأس مصر القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، ماذا عن هذه المباراة المهمة والمرتقبة واللي خلاص يعني على بعد كم يوم منها واستعدادات كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية؟ والله الحمد لله، احنا يمكن كان حصل اجتماع سابق و يعني حضر فيه كابتن خالد المرتجي وحضر فيه كابتن حسين لبيب ورئيس اتحاد الكرة الاستاذ جمال علام، الشركة المتحدة المنظمة. الرؤى كلها الحقيقة احنا دولتنا وتوجه دولة وعلاقتها بالمملكة العربية السعودية والمنتج بتاعنا القوي، القوة الناعمة، الكرة والبراندنج او ازاي علامتنا التجارية في قطبي الكرة المصرية، الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي، وتواجدها ده شيء يعني ترويجي تسويقي له عوائد لينا. الجالية المصرية كبيرة جدا في السعودية والجالية العربية، الحقيقة دي كلها حاجات يعني منتجنا بنخرجه بالشكل اللائق لينا. طيب لو بتكلم على الاجتماع اللي حضرتك عملته مع سواء الاهلي والاتحاد والزمالك وشركة منظمة، في يعني توجه معين عايزين مباراة تخرج بالصورة اللي تليق بينا؟ بتكلم على الروح الرياضية الأهم. والله ده سبقه زيارة مجلس إدارة الأهلي إلى مجلس إدارة الزمالك. نعم. ودي كانت حالة إيجابية جدا جدا. صحيح. والاجتماع يعني متناغم جدا، ويمكن خدت شكر يعني من الأستاذ خالد الحقيقة على شكل الاجتماع وأدائه، وكابتن حسين مش منطق خدت الشكر لكن بيشكره شكل التناغم والحضارة في أو التحضر في كل حاجة. إن شاء الله ده ينعكس على شكل المباراة بشكل كبير جدا وأداء حقيقي. سيادة الوزير، امبارح كنت بتكلم وطالما سيادتك يعني متشرف بوجود سيادتك معانا النهارده عن المدينه الاولمبيه، بقول ليه احنا ما بنعملش يعني معسكرات لفرق دوليه عالميه تيجي مصر واحنا عندنا النهارده مدينه من افضل المدن الرياضيه اللي موجوده حتى في المنطقه، منتخبات افريقيه، منتخبات اوروبيه، منتخبات عالميه، ماتشات وديه لمنتخبنا على في المدينه، وبالتالي احنا عاملين مدينه نستقبل فيها العالم كله، وده هيدخلنا كمان فلوس. اكيد يا استاذ احمد، بس هي احنا دلوقتي في مرحله يعني لجنه كبيره مشكله علشان يكون في شركه عالميه تتولى عمليه الاداره ومعها شركات متخصصه مصريه. لما تستلم الشكل كامل، احنا في بطوله العالم مثلا رمية التعب، في بعض الاجزاء شغاله، لكن لازم يكون في مدينه بهذا الشكل بهذا الحجم الاولى والفريده من نوعها. نعم. لازم هيكون في نو هاو عالي جدا في سيستم الاداره دي علشان تدار بشكل احترافي مع خبراء بشركات عالميه وشركات مصريه. لا يعني وارد نلاقي نهائي مثلا بطوله وارد كل حاجه باعلى حلم، بس لازم يكون يعني احترافيه الاداء، لان ده الشركات العالميه بتقدر تجيب حفلات، بتقدر تجيب انديه كبيره، بتقدر تعمل قدره تشغيليه مختلفه، لكن قدرات متبادله مع شركات ايضا مصريه، وده الهدف ان يكون المدينه شغاله بما لا يقل عن 70% من السنه بانشطه مختلفه، بالاضافه الى انشطه الاتحاد، بالاضافه الى المعسكرات، بالاضافه الى الاحداث الدوليه. النهارده كابتن حسام حسن واخد دعم جامد جدا في الاحتفاليه. ربنا يوفقه، لان كل الناس حاطه امال كتير وهو على قد بقدر هذه الامال ان شاء الله.